نواقض الوضوء مفسدات الوضوء دمون د او دس ما تون كي لا دمونز ما تون كي دي الخارج من السبيلين مطلقا خارج من القبل خارج من الدبل سواء من ذكر او من انثى هر هغه سات دي دول هارو نوذي كغه مخكنه يو كشانه اذا نر او دخزنا الثاني زوال العقل بنوم اغماء سكر جنون مخدر ام دغه رنګ د عقل زایل کیدل لیکغه په خوب باندې ک بهوشه باندې او ک په دشه باندې هل النعاس ناقض للوضوء ایا دا صرف معمولی خوب چې سړی لورزی ایا دا او دس ماتی اذا كان يشعر بنفسه انه لم يخرج منه ريح فوضوء صحيح والا باطل کچر تدیر کچ معمولی خوب نعاس کی هو په دی باندې پویو چې او دس مې نه دی مات نو صحیح دی اكل لحم الابل لحم الجزور ام دغه رنګ د اوخ وخه خړل نعم كذلك نسأل عافية السلام الردة لأنها مبطلة لكل الأعمال. أم ده غرنج الله رب العالمين تمنجو تاسو ساتي مرتد كي دلي تاغ طول أعمال باطلة. أما مس الذكر يستحب له الوضوء والله أعلم. أما دخبل عورة ذكر مسكول أغا أو دس ماتي والله أعلم.